السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا. تعطلت عليكم سمحوا لي بزاف 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 ما لقيتش فرصه فين غادي ندير لكم فيديو. واليوم كنت ان شاء الله عواله باش غندير لكم فيديو حيت هبطت للمدينه ومشيت خديت نيت هاد البيجامه تما شوفوا كي جاتني. مشيت نيت خديت هاد البيجامه وكنت عواله ندير لكم فلوغ، مي مع الاسف تعطلت بزاف ما هبطتش بكري، تعطلت بزاف مع الطريق وداكشي وما هبطتش بكري صافي، وبقيت يجري عليا نجري ليك نجري عليا نجري ليك صافي ما ساليتش باش غندير لكم فلوغ. المهم هذا الفلوغ هذا غادي يكون عباره على واحد الحاجه انا كنبيعها، واللي بغى ان شاء الله اللي عجبته شي حاجه وبغى ياخذها يدوز لانستغرام ديالي، غنخلي لكم لتحت صندوق الوصف، هبطوا لتحت صندوق الوصف ودخلوا لانستغرام وغادي تشوفوا وتواصلوا معايا في الانستغرام وان شاء الله يكون خير. بون انا غادي نوريكم السيكان، انا دابا ان شاء الله عندي غير السيكان، من بعد ان شاء الله عاد نجيب بيجامات ونجيب حاجات اخرين وديك الساعه نوريه لكم. دابا السيكان كاين هذا، كاين هذا الساك ديال غوتشي في الغوز بيبي، كتجي فيه سنسله في نفس الوقت كتجي فيه سميطه. هانتوما فيه السنسله هنايا والصالون ديالو حمر الداخل ديالو يعني حمر، ما في ما كيكون فيه لا جيب فيه غير واحد جويب هنايا صغور بلا سنسله بلا شي حاجه، تي بوش هنايا كيكون الداخل. نوريكم عاوتاني نفس لا مارك نفس غوتشي، ها انتما حتى هذا نيت غوتشي هو في كرونا حتى هو سلسله صمطه نفس الشكل من الداخل حتى انتما انتما كتشوفوا الصالون حتى هو حمار تي بوش صغيوار واعرين واعرين صراحه الله. انا براسي خديت واحد منهم انا براسي خديت واحد منهم بغيت نشاركهم معكم ربما تبغيو تاخذوا. وكاين هذا انا اللي خديت في حالو، انا خديت في حالو في الكحل، دابا نوريه لكم. دابا تشوفوني لابسه غدا ان شاء الله في واحد الفلوغ اللي هو يكون زوين وكداك الشيء النوع اللي كيعجبكم. ها انتم حتى هذا واعر 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 صراحه الله بخاتيك بالنسبه للانسان اللي ما كيديش معاه الماكياج. ها انتم ها انتم خلاص انا فيه لا جبت شي حاجه لداخل، فيه غير هذا هنايا تليفون بزاف عندك بزاف مات المربعين الصغارين ساروت، المهم هكا غلوز شي حاجه هكا خفيفه ديال الماكياج. وكاين هذا الشكل اللي من هنا كيكون هكا حتى هو تيتحل بهذه الطريقه سمحوا لي، يلا هذا ما بغاش يتحلي سجي تحلي لي انا مازال ما محلهمش كلهم، مازال يعني مازال ما عرفتهمش كي كيدير التحليل، حتى هو فيه السنطه ديالو ها هي، هو غادي يجي يتحلو ديك الساعه نوريه لكم من الداخل. ها هو هنا تتحلو ليا وكاين في حالو هو في الكرونه والشكل من هنايا مغايرين، هذاك كحل فيه دوك اللعيبات مي هذا هكا داخل فيه الكحل والحمر والكرونه. ها انتم هذاك شويه تعكس ما باش يتحل حتى ديك الساعات ونشوف مالو تيجي حلو ليا ينس واعرين الصراحه الله. ولا كاليتي تقولوش كاع بداك الثمن اللي غادي نقول لكم من بعد غنصدمكم. وكاين اللي نكمل لكم بعدا نفس الشكل، كاين هاد الشكيل حتى هو نيت فحالهم، هو سامبل خلاص ما فيه حتى شي حاجه سامبل، حتى هو السميطه ديالو هكا ما كتجيش فيه سنسله. ها انتوما ها انتوما من الداخل
في جويب هنايا صراحه الله اقسم بالله العلي العظيم الى لا كاليتي ديالهم واعر. وكاين هذا في الماغو حتى هو نفس الشكل ديالهم مي هذا الحله ديالو ماشي بحالهم. ها انتوا حتى هو بالسميطه ديالو ولكن الحله ماشي بحال بحال هذا تيدير هكا حتى هو الصالون ديالو في الاحمر. كنحاول نزرب سمحوا لي كنحاول نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل باش ما تملش. وكاين هذا الشكل هذا الشكل خلاص عندي فيه غير جوج ديال اللوينات كاين هذا الاحمر لي صالون ديالو حتى هو احمر يعني الداخل ديالو حتى هو احمر وكتجي فيه كنسله يمكن لك كدير تهزي غير هكا هكا صافي حليتيه شوفي كومسا تبكي على هادي وكاين في هاد اللوين صافي واخا خليهم حيتان ها انتو هذا بحال داك الشكل ديال الكحل غير هو في البيض ها انتوما حتى هو في الكسله حتى هو واعر صراحة الله هو بالنسبه لي كتاخذ المكياج ما يصلحو لهاش هادو بجوج هذا وهذا ما يصلحو لهاش وهذا ايه هكا شي حاجه خفيفه جلوز ماسكارا مي هادو يصلحو للمكياج تخوص صغيره لين الروتوش وصافي ما مكياجه كديريه في الظهر هذا ها هو حلو ليا يونس هذا اللي كنت قلت لكم ها هو حلو ليا يونس هو من الداخل حتى هو الصالون ديالو روج ها السلطه ديالو ها هي ها انتوما مزيانين. مهم انا هادو السكن كلهم ان شاء الله باذن الله صافي هادشي اللي هادشي اللي عندي دابا حاليا ممكن عافاك تجيب لي الكحل ديالي باش نوري لهم حتى هو نفس الشكل حتى هو نفس الشكل ها هو ها هو حتى هو بحالو بحال هاد الغوج غير هاد الكرونه هذا فيه السنسله وانا ديالي ما فيهش السنسله انا اصلا الصراحه الله ما عنديش مع ديالي فيه السنسله مع الشمس ما كتخلي لي حتى شي حاجه من هادشي بون هاد السيكان كلهم ان شاء الله باذن الله غتلقاو لي فوتو ديالهم في الانستغرام ديالي اللي هو غنخلي لكم لتحت في صندوق الوصف وغادي تدخلوا ان شاء الله واللي عجبته شي حاجه والثمن جد 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 مناسب اللي هو 50 درهم غير هادي غير 50 درهم فقط. المهم ما عليناش ان شاء الله باذن الله غتلقاو التصاور ديالهم قادين في الانستغرام وتواصلوا معايا في الانستغرام وما يكون غير خير ان شاء الله. مهم البنات هادشي اللي كاين وهادشي اللي كاين دابا ان شاء الله فاش يكون عندي الجديد وفاش يكون شي حاجه مزيانه وشي حاجه اللي هي عارفه ما تعجبكم غادي نعاود ندير لكم عاوتاني عليها فيديو و الا كان كيعجبكم فحال هادشي في هاد لي فيديو هادو خليو لي لي كومونتير ديالكم وانا ان شاء الله نبقى نحاول باش انني نبقى نجيب سلعه ونوريها لكم. المهم دوزو عندي الانستغرام ما تنساوش وكنبغيكم بزاف 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 و غران بيزو من عندي سلامه. نسيت عليكم ما تنساوش ديروا ابوني هي ناري وما تفعلوش الجرس غيفوت عليكم واحد الفلوق غدا ان شاء الله باذن الله. واو اديكم الاكوري معايا شتي انا قلت لكم يلا سلام عليكم خليت لكم راحه.